ما كان من 80 سنة صالحا لا يصلح لليوم. إذا كان هناك فكر من 80 سنة إن شاب صغير اسمه حسن البنا بيكون مجموعة في الإسماعيلية ويعمل لهم لجنة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذا عمل بسيط للغاية. أو في الأربعينات إنه يجمع شوية أسلحة قديمة ويبعت ناس يحاربوا في فلسطين أو الآخر، هذا عمل بسيط وسذج للغاية. الآن نحن أمام متغيرات دولية ضخمة طبعا لا تصلح لها مثل هذه الجماعات على الإطلاق، إنما تصلح لها منافسة الدول العظيمة التي تمتلك المؤسسات، وهذه المؤسسات لها درجة عالية من التخصصية في أداء واجباتها بما يجعل دولة تعتمد عليها. لكن فكر الجماعات والتغيير بالجماعات أصبح فكرا قديما لا يصلح لهذا الزمن. إحنا كناس بنعيش الآن، لماذا عندك رسائل عاوز تقولها؟ لماذا نعبد ما فعله حسن البنا؟ نقول إنه راجل طيب على رأسنا من فوق، لكن كان لزمانه. وكل الناس كان طيبا لزمانه، ولكننا نريد طيبا لزماننا. هذا هذا لا يصلح. نقطة حلوة. لا يصلح له أحد من الذين يفكرون بعقلية الماضي ويحفظ رسائل حسن البنا على أنها يعني قرآن منزل وينفذ ويطبق. هي ليست كذلك، وهي لم تكن رسائل، ده محاضرات وخطب ألقاها وكتبوها وسموها رسائل. الأمر بسيط للغاية. أنا عندي عدة مفاهيم اللي بخليها الشباب الآن يتوه. يعني أولها مفهوم الشرعية، الشرعية التي يتكلمون عنها، شرعية الصندوق. إن إحنا جبنا رئيس بمفهوم شرعية الصندوق، كلنا عظمنا لشرعية الصندوق، لكن ما الذي حدث؟ بنقول لهم ان الشرعيه تعطي لصاحبها الحق في استلام المنصب، ولكنها لا تعطي احدا في الوطن كله ان يخالف القانون العام. ده لا نقولها تاني. الشرعيه تعطيك الحق بها ان تتسلم المنصب، ان تتسلم المنصب وتمارس وفقا للقانون، لكنها لا تعطيك حق تلاوز القانون. لا هو لغيره. وانا عشان ابسط لهم المساله بقول لهم عضو مجلس الشعب ياخذ مكانه في البرلمان بالانتخابات. لكن لو ضبط قد ارتكب جنايات يمشي، بتتشال منه الحصانه وبتقدم للمحاكمه. هذا كذاك تماما. بس الاشكاليه في رئيس الدوله انه استقوى، بالذات المرحوم محمد مرسي. المرحوم انه استقوى على مؤسسات الدولة بميليشياته الخاصة.